سادسا أن يحرص على التوحيد الذي يقلل من شأنه في هذا الزمن، فلا تسمع هؤلاء إما جهال وإما مستعلمون يقولون لا حاجة لنا في تعلم التوحيد، بل إن بعضهم يقول أين الشرك وأين البدع. سبحان الله، أعمى الله بصرك وبصيرتك، وتلك الوسائل وسائل التواصل تتصبب على جوالات أبنائنا وأهلينا بالليل والنهار من خارج هذه البلاد من البدع والإلحاد والمنكرات وما شابه ذلك من هذه الفظائع. لا أمن إلا بالتمسك بالتوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتعلم التوحيد والحرص عليه بإذن الله يحفظ هذا الأمن، بل تحفظ خيرات الدنيا وتحصل خيرات الآخرة للعبد. أما أن يدعى غير الله أو تصرف عبادة لغير الله عز وجل أو تنشر وتستقبل البدع، هنا تأتي المصائب على الأمة، لأنه إذا نُخِر في توحيدها هنا يضيع الدين. وإذا ضاع الدين ما الذي يكون للدنيا؟ تضيع الدنيا.